أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الساحل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج ظلال الخبر. ما هي أبرز مخرجات لقاء الوزير الأول بالنقابات التعليمية؟ وما هي أبرز التعهدات التي تعهد بها الوزير الأول لهذه النقابات المضربة؟ ما هي الاستراتيجية القادمة التي قد تعتمدها هذه النقابات في ظل لقاء الوزير الأول بالنقابات التعليمية؟ وما هي أبرز المشاكل التعليمية التي تلامس واقع الطالب الموريتاني التي طرحت على طاولة الوزير الأول؟ نقاط من بين أخر أناقشها مع ضيفي العزيز السيد النكبة بسعيد، الأمين العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت اتحاد عمال موريتانيا ETM. أهلا وسهلا بك معنا في ظلال الخبر. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة. إذن لقاء عمد إليه الوزير الأول مع النقابات التعليمية، والأنظار تتجه إلى مخرجات هذا اللقاء. بداية، ما هي فحوى هذا اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. في البداية أشكر قناة الساحل على هذه السانحة، وأتمنى لها التوفيق في هذا المشوار الإعلامي المتميز. شكرا جزيلا. بداية بالنسبة لسؤالكم حول هذا اللقاء الأول من نوعه بين الوزير الأول ونقابات التعليم، هذا اللقاء جاء أيام قليلة بعد عيد الاستقلال الوطني. عيد الاستقلال الوطني الذي قدم فيه رئيس الجمهورية خطابا قيما، هذا الخطاب جاء من ضمن ما جاء فيه بشرى بصندوق للسكن لصالح المعلمين والأساتذة. هذا صندوق السكن يمثل استجابة لمطلب مهم من مطالب الطيف النقابي، مطلب هو الرابع من سلسلة العريضة المطلبية الموحدة التي حاورت عليها النقابات التعليمية وزارة التهذيب الوطني سابقا، وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي حالا، طيلة السنة الدراسية الماضية. هذا الحوار الذي تعثر مع نهاية السنة الدراسية وانتهاء مأمورية الحكومة الأولى، وبعد حصول انتخابات رئاسية وتتويج حكومة جديدة وتعيين الوزير الحالي للتربية وإصلاح النظام التعليمي، قامت معالي الوزيرة باستقبال الطيف النقابي وتحدثت معه في أسباب تعثر الحوار. ذلكم الحوار الذي اكتمل والذي كان على وشك توقيع مسودة اتفاق نهائي بين النقابات ووزارة التهذيب السابقة. معالي الوزيرة أعطت مهلة 10 أيام لإعادة قراءة هذه المسودة الاتفاق دون العودة إلى حوار جديد، وهو ما تم بالفعل، غير أن هذه مسودة الاتفاق لم ترى النور مع الافتتاح الدراسي، مما ألجأ نقابات التعليم إلى إيداع مسطرة احتجاجية لدى وزارة التربية. هذه المسطرة استهدفت الفصل الأول من السنة الدراسية، وهذه المسطرة اكتملت في الأسبوع الذي سبق الاستقلال، ليجيء خطاب الاستقلال بهذه البادرة الحسنة بتلبية المطلب المتمثل في السكن بإنشاء هذا الصندوق الأول من نوعه مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية لهذا الصندوق، والذي أيضا الخطاب أيضا شمل استحداث علاوة لمعلمي السوادس في البلد. عقب ذلك اجتمعنا بمعالي الوزير الأول، وكان الهدف من الاجتماع هو دراسة آليات وتسيير هذا الصندوق للسكن، غير أن نقابات التعليم في اجتماعها مع الوزير الأول طالبت بإضافة نقطتين لهذا لجدول أعمال هذا اللقاء، يتمثلان في النقطة الأولى مناقشة العريضة المطلبية التي وضعت مع الإضراب، وكذلك محاضر طيب الاتفاق. نفهم من خلال هذا بأن ربما اللقاء مع الوزير الأول تمحور أساسا حول يعني قضية السكن التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة، ويعني لم تحضر العريضة المطلبية بشكل رئيسي في اللقاء مع الوزير الأول. في اللقاء مع الوزير الأول
أم أن النقابات تختلف في ذلك الطرح؟ يعني النقابات غير مختلفة، النقابات دخلت الاجتماع موحدة، وحينما تبين للنقابات من جدول الأعمال الذي قدمهم على الوزير الأول أنه يهدف إلى متابعة نقطة السكن، وهي نقطة مهمة، طالبت إدراج نقطتين متعلقتين بمطالب المدرسين، وهو ما تم الاتفاق عليه وتم نقاشه في الاجتماع الذي دام أكثر من 6 ساعات بين وزير الأول ونقابات التعليم بحضور وزيرة التربية وكبار معاونيها. هذا الاجتماع تطرق لهذه النقاط، بل إن جل وقت هذا الاجتماع دار حول العريضة المطلبية للمدرسين المعروفة في الحوار الذي دام السنة الماضية. وتحدث خلال هذا الاجتماع جميع الأمناء العامين للنقابات، بدءا برؤساء لجان الحوار الأربعة، ومعالي الوزير الأول قدم ردودا على ما تقدم به قادة الطيف النقابي خلال هذا الاجتماع. ما الذي شملته هذه الردود؟ يعني ردود الوزير الأول، أنتم كنقابات مضربة ولديكم مطالب وشعارات رفعتموها في أيام الإضراب وتطالبون بتحقيقها على أرض الواقع، بماذا خرجتم من عند الوزير الأول بعد هذا اللقاء؟ يعني من الأشياء الملموسة التي خرجتم بها من عند الوزير الأول. من أهم الأشياء التي تناولناها في هذا اللقاء النقاط الأساسية، النقطة الأولى التي كانت هي السبب الأول للاجتماع، وهي النقطة المتعلقة بصندوق السكن. معالي الوزير الأول ذكر بأنه كلف من طرف رئيس الجمهورية ببحث الآليات الكفيلة بتسيير هذا الصندوق والتعجيل في ذلك، وقال بأن كل ما سيحدث من خلال هذا الصندوق وسيكون بالتشاور مع الطيف النقابي، وتم تشكيل لجنة فنية. وطبعا صندوق السكن يتعلق بمشروع داري، صندوق السكن يتعلق بصندوق تم استحداثه، تم وضع تحت تصرف هذا الصندوق 2508 مسكن تم تشييدهم عن طريق مكونات داري. هذه تم وضعها تحت تصرف هذا الصندوق. وسيكون لهذا الصندوق تمويل متعدد، سوف تكون هنالك مساهمة من الدولة الموريتانية، كذلك سيبحث عن مساهمات من الممولين الأجانب ورجال الأعمال، وحتى المستفيدين من جموع المدرسين معلمين وأساتذة أيضا سوف يكون لهم نصيب من ذلك. الهدف من هذا الصندوق هو وضع سياسة واستراتيجية وطنية تضمن أن يلج المعلمون والأساتذة الذين يمارسون مهنة التعليم في البلد السكن بطريقة تضمن أن يجد هذا المدرس سكنا بعد مشوار تعليمي، وبمساهمة ومساعدة من هذا الصندوق الذي تم تزويده بهذه المكونة التي تبلغ قيمتها زيادة من 22 مليار، وسوف يعني تضخ فيها الدولة مساهمات بالإضافة إلى ما يمكن أن ينتج عن المساهمات من الممولين الأجانب. أين بقية المطالب التي والشعارات التي كنتم ترفعونها بالنسبة للإضراب؟ أين هي؟ بالنسبة يعني مشروع صندوق السكن هذا شيء تعالى، بالنسبة للمطالب، لكن بقية المطالب التي طرحتموها. بالنسبة لمطالب الطيف النقابي هي 4 مطالب أساسية. مطلب الأول يتعلق برواتب المدرسين، والمطلب الثاني يتعلق بعلاواتهم، والمطلب الثالث يتعلق بالسكن، والمطلب الرابع يتعلق بجملة من المظالم التي كانت عالقة منذ أمد. ما هي أبرز هذه المظالم؟ عودة إلى النقطة الأولى وهي نقطة الرواتب، كما تعلمون رواتب المدرسين لا تفي بالغرض منها، وهي رواتب ليست في المستوى الذي يمكن المدرس من أداء مهامه، لذلك جعلت هذه الرواتب، والحق يقال تمت زيادتها زيادات خلال السنوات الخمس الماضية، زيادات بلغت 20,000 التي زاد بها الرئيس هذه الرواتب في سنة 2023، كما أنها أيضا زيدت بعلاوة 10,000 أيضا يستفيد منها المدرسون والمؤطرون، بالإضافة إلى زيادات شملت بعض العلاوات الأخرى. أما بالنسبة للرواتب فالزيادة التي حصلت فيها فقط هي زيادة 20,000 التي زيدت فيها منذ 3 سنوات، ولا تزال هذه الرواتب لم تصل للحد الذي يجعل القائمين على مهنة التدريس في ظروف تمكنهم من أداء واجبهم، وكذلك ما زالت دون الرواتب الموجودة لدى مختلف القطاعات. تحدثت عن مظالم، تحدثت عن بعض المظالم سنصل إليها. أما بالنسبة لعلاوات المدرسين فإن هذه العلاوات أيضا
لا تزال بحاجة إلى زيادة. فأهم علاوة يحصل عليها المدرسون هي علاوة الطرشور، هذه العلاوة يحصل عليها جميع المدرسين، وهي العلاوة الوحيدة الشاملة بالإضافة إلى علاوة التعطير التي منحها رئيس الجمهورية في سنة 2022 التي تبلغ فقط 10,000 أوقية. بالنسبة لعلاوة الطرشور تبلغ الآن 45,000، هذه العلاوة كانت سنة 2019 30,000 أوقية شهريا على مدى 9 أشهر، هي أنها 270,000، هي الآن تصل إلى 45، أي حوالي 540,000، زيدت ب100%، ولكن تبقى هذه العلاوة دون المستوى المؤمل منها. فإذا ما قارناها بعلاوة معلم أو أستاذ رئيس مصلحة في الوزارة أو في إدارة جهوية، نجد أن مجموع علاواته الدائمة يساوي 115,000 أوقية، وهو حتى ما يزيد على راتب المدرس. فمعناه بأن علاوات الميدانيين المدرسين مربي الأجيال الذين سيعتمد عليهم بإصلاح النظام التربوي تبقى دون المؤمل، ويبقى بالتالي الحقل التعليمي، وتبقى هذه المدرسة غير محفزة وغير جاذبة. فكل المدرسين بدون شك يسعون إلى التخلص من الأقسام والتوجه إلى التعيين في رئيس قسم ومصلحة لأن علاواته مشبه، وبالتالي نطالب بأن تكون هنالك علاوات محفزة تكون هي أكبر علاوات موجودة في البلد حتى يكون القطاع التعليمي قطاعا جاذبا. أيضا من هذه العلاوات علاوة تسمى علاوة التجميع، هذه العلاوة تمنح للمدرسين أساسا في الداخل الذين يدرسون مستويات مختلفة، فقد تجد المعلم في الداخل يدرس 3 مستويات 4، يدرس الثاني والأول والرابع والخامس وغير ذلك، ومع ذلك تمنح له علاوة قدرها 3,000 أوقية قديمة فقط، وهذا يوضح أيضا مدى عدم جاذبية هذا القطاع. علاوة أخرى أيضا تمنح للمدرسين الذين يدرسون 30 ساعة وهي علاوة الازدواجية تصل فقط 10,000 أوقية. الدليل على أن هاتين العلاوتين علاوتين ضعيفتين هو العلاوة التي استحدثها رئيس الجمهورية الآن في خطابه في الاستقلال، والتي استهدفت معلمي السوادس الذين تم التضييق عليهم بأن تكليفهم بتدريس 30 ساعة بأن يدرسوا أيضا القسم الخامس مع السادس، فتم منحهم علاوة ضعيفة هي 20,000، ولكن لو قارناها مع ما يمنح لنفس زملائهم الذين يدرسون التجميع والازدواجية نجد بأنهم يحصلون على مبالغ أقل. وبالتالي ندعو إلى ضرورة مضاعفة رواتب التي يحصل عليها من أجل تحفيزهم على البقاء في القطاع التعليمي والبقاء في الميدان وعدم الهجرة. كما أن أيضا من ضمن العلاوات علاوة سنوية تسمى علاوة التجهيز، هذه العلاوة لكي لا ندخل كانت 20,000 أوقية سأكمل الفكرة وأصبحت الآن 40,000، ولكنها 40,000 للسنة. تشتت ذهن المشاهد قليلا هذه التفاصيل الدقيقة، المهم أنكم تطالبون بزيادة علاوات وتطالبون بزيادة رواتب، هذه الخلاصة التي سيخرج بها المشاهد. لكن تحدثت عن بعض المظالم، ربما يهتم المشاهد أكثر بهذه المظالم، يعني ضعنا في الصورة الحقيقية لهذه المظالم التي يعاني منها المدرسين. هناك مجموعة من المظالم التي اتفقنا مع الوزارة على أنها مظالم، بعضها منذ عدة سنوات، وبعضها عبارة عن حقوق أعطتها الحكومة للمدرسين. فهناك علاوة تسمى علاوة تعطير، أصبحت الآن تسمى علاوة زيادة الأعمال الخاصة، منحتها الحكومة في خطاب للوزير الأول أمام البرلمان الموريتاني عام في شهر نوفمبر 2021، وتكون سارية المفعول ابتداء من يناير 2022. هذه العلاوة إلى حد اليوم لم ترى النور. أيضا هنالك أيضا تصنيف المدرسة الأساسية، ونحن في عهد المدرسة الجمهورية وتدخل الآن سنتها الثالثة، ولا تزال هذه المدرسة الجمهورية التي هي المدرسة الأساسية غير مصنفة قانونيا، ليس هنالك قانون يصنف هذه المدرسة. كما أن تقدمات المدرسين، فالمدرس الذي ينتظر سنتين ليتقدم من درجة إلى درجة، من شالون 10 إلى 11 أو من 9 إلى 18، هذه التقدمات في بعض الدرجات حينما ينتقل المعلم إلى من الدرجة 11 إلى 12 أو من الدرجة 13 إلى 14 أحيانا ينقص راتبه بدل أن يزداد، هو ينتظر أن تحسين على الراتب بينما تحدث الزيادة. كما أن أيضا الانتقال حتى من سلك إلى سلك، فبعض المعلمين من حملة الشهادات الذين تمت ترقيتهم إلى سلك معلم رئيس بدل زيادة الراتب تم نقص الراتب وقطعه. كذلك هنالك مجموعة من التكوينات قيمت بها في المجال، منها تكوين لصالح المستشارين التربويين تويل نواكشوط وتحملوا مشاق النقل والإقامة، ولا تزال تعويضات هذا التكوين لم توجد حتى الآن. هي مجموعة من المظالم تصل إلى 90 مظلمة هي ضائعة،
واتفقنا مع الوزارة واعترفت الوزارة بمظلمية 43 منها، وأهم هذه المظالم أيضا هو قانون الإسلاك. هذا القانون الإسلاك التعليم الأساسي والثانوي هو قانون مهم جدا لتحسين حتى ظروف المدرسين، فهذا القانون سوف يعمل على انتقال جميع المعلمين المساعدين الذين كانوا في السلك جيم، والسلك جيم في التعليم هو سلك يعني ميت لم يعد موجودا، لأن في فترات ماضية كان المعلمون يؤخذ بشهادة الدروس الإعدادية شهادة البريفة ويكون معلم مساعد في السلك جيم، هذا السلك هو أصبح سلك ميت، وبالتالي هؤلاء المعلمين وعددهم يزيد الآن على 4000 محبوسين في هذا السلك المجمد، وبالتالي إذا ما تمت المصادقة على نظام الإسلاك فسينتقل هؤلاء المعلمون الذين عددهم كبير من السلك جيم إلى السلك باء، وبالتالي هذا أيضا يحدث يكون تحسين في سلك المدرسين وكذلك في مداخلهم. أيضا سوف يستحدث هذا القانون أسلاك مهمة جدا للتعليم، التعليم الأساسي خاصة، هناك سلك المستشارين الوطنيين وسوف يكون بدرجة تهويت، وسلك للمفتشين ومكوني مدارس تكوين المعلمين، وسلك للمستشارين التربويين في التعليم الأساسي بالإضافة إلى سلك معلم رئيس الذي تم استحداثه سابقا، وسلك أستاذ مدرسة الذي سوف يضمن ترقية معلمين من حمل الشهادات المتريز إلى أسلاكهم الجديدة. وهل تضمنت يعني هذه المظالم التي طرحت على الوزير الأول قضية زملائكم الذين تم تسريحهم منذ فترة؟ بالنسبة لهذه حل مشكلهم، بالنسبة لهذه المطالب التي تم طرحها تضمنت جميع أنواع التضييق التي مورست على المدرسين أثناء افتتاح السنة الدراسية، فقد تمت مجموعة من التحويلات التعسفية مع افتتاح السنة الدراسية، سمتها الوزارة إعادة توزيع المصادر البشرية في ولايات كانت فيها زيادة في معلمي العربية، ولايات عندها زيادة في معلمي الازدواجية، وهنالك نقص في ولايات أخرى، والوزارة تريد أن توزيعا تسميه عادلة، غير أن هذا التوزيع بني على معايير غير مقبولة، فأخذ عشرات المعلمين بأنهم مزدوجون مثلا من النواذيب ومن الشمال الغربي في موريتانيا يحولوا إلى المناطق الجنوبية والجنوبية القريبة بحجة أنهم مزدوجون، وهم في الحقيقة غير مزدوجين، وتحويلهم إلى المناطق الجديدة هم لا يستطيعون أداء تدريس اللغة الثانية كمزدوجين لأنهم معلمين عربي، ربما تخرجوا في الازدواجية في التسعينات، هنالك دفعات خرجت وعلى أنها مزدوجة ولكنها غير مزدوجة ولم تمارس الازدواجية يوما ولم أيضا تتقاضى علاوة الازدواجية، كما تم تحويل معلمين كأنهم زيادة في بعض الولايات الشرقية، زيادة في معلمي العربية إلى ولايات الشمال بعيدا عن الأماكن التي سكنوا فيها منذ بعض السنوات. نحن لا نعارض توزيعا عادلا للمدرسين، ولكن ينبغي أن نثير هنا ملاحظة أن هذا التوزيع السيئة للمصادر البشرية ووجود معلمين زيادة في المدرسين في بعض الولايات ونقص في بعض الآخر، هذا ينبغي أن يحمل الأمر فيه لمسيري المصادر البشرية، هم الذين أنشأوا هذه الأزمة وهم الذين حولوا لي بعض الولايات زيادة في طواقمي التربوية، فينبغي علاج ذلك من هذه المنطقة. كما أن أيضا بعد هذه التحويلات التي وصفت بأنها إعادة توزيع تم اكتتاب مجموعة من مقدمي الخدمة وتم تخريج مجموعة من المعلمين مدارس تكوين المعلمين حولوا إلى نفس المناطق التي كان فيها هؤلاء، وبالتالي دعونا الوزارة إلى مراجعة التصنيف الذي على أساسه أو المعايير التي على أساسها قامت بتحويل هؤلاء ليعودوا إلى أماكنهم، وكان من الأحسن تحويل هؤلاء المعلمين الخريجين وهؤلاء مقدمي الخدمة الذين اكتتبوا فورا للأماكن التي حول عنها هؤلاء، وبالتالي هنالك لجنة للمظالم فتحتها الوزارة لدراسة هذا الموضوع، وربما يفتح فيه المجال خاصة للتبادلات أثناء الفصل الدراسي الأول. أما بالنسبة لقضية فصل المدرسين فأريد أن أكون واضحا معكم، أي مدرس، نحن ندافع عن المدرسين ولكن ندافع كذلك عن سمعة المدرس وعن مكانتي، أي مدرس لا يقدم خدمة للبلد ولا يدرس ويتقاضى راتبه من أموال دافع الضرائب الموريتانية من أموال الشعب ولا يقدم خدمة وهو يشتغل ربما هاجر وراء الحائط أو يشتغل في أماكن أخرى، نحن لا ندافع عن هذا النوع من الناس، بل إننا نؤيد الوزارة والدولة فيما ذهبت إليه. أما تلك الإجراءات كل من تم تسريحهم تشملهم هذه الصفات؟ أكمل قليلا. أما ما تم من إجراءات ظالمة في حق بعض المدرسين الذين تم تحويلهم وهم موجودون في عملهم فهذا يعني عمل مدان، وندعو الوزارة والجهات المعنية إلى محاسبة أولئك المقصرين من المصادر من مسير المصادر البشرية الذين تسببوا في فصل هؤلاء. وطبعا الوزارة وصلتها بعض التظلمات
وباشرت في إجراءات إعادة بعض هؤلاء المفصولين ظلما كالزميل المريض الذي يتعالج الآن في أحد المستشفيات وهو في حالة مرضية ومعه أيضا بعض الحالات، وبالتالي طالبنا الوزارة بضرورة العودة عن ذلك الظلم الذي قد يكون حدث في تسيير هذه العملية. أما غالبية الذين تم فصلهم وهم حوالي 500 فأغلبهم متسيبون، ولكن أريد أيضا أن أكرر مرة أخرى أن أولئك الذين يحمون هؤلاء المتسيبين والذين كانوا متسيبين منذ أشهر ينبغي أيضا كذلك أن تنالهم يد المحاسبة، فهم بدون شك لا زالوا أيضا يحمون متسيبين آخرين، ونحن مع محاربة الفساد ومع حسن تسيير المصادر البشرية وحسن توزيعها. جميل. البعض يقول بأنه أغلبية مطالبكم التي كنتم تطالبون بها ويعني نظم من أجلها الإضراب والتقيتم من خلالها بالوزير الأول هي مطالب نفعية بحتة تعود على المدرس يعني بشكل مادي بحت، لم تحضر فيها لا المنظومة التربوية، لم تحضر فيها المطالبة بتحسين المعدات اللوجستية للتعليم هنا في موريتانيا، لم تحضر فيها أيضا مقترحات تخص تفعيل المدرسة الجمهورية، لم يحضر فيها طرح ربما يحسن من المناهج التعليمية ويطور مستقبلا من الأداء الخدمات التعليمية هنا في موريتانيا، غاب كل ذلك وحضرت فقط زيادة الرواتب، زيادة العلاوات، السكن إلى غير ذلك. وصحح لكم موريتانيا. كيف تردون على هؤلاء؟ مصحح لكم مطالب ونقابات المدرسين والمدرسين بصورة عامة تشمل كذلك النواحي التربوية وتشمل المطالبة بالتكوين وتحسين ظروف المدرسة الموريتانية وتأمين هذه المدرسة من خلال وجعلها أيضا مدرسة آمنة، مدرسة في تعطي ظروفا حسنة للمدرسين وللدارسين من أبناء التلاميذ. وطالبنا الوزارة بضرورة توفير الكتاب المدرسي وبضرورة توفير الزي المدرسي بدل أن يكون على أولياء التلاميذ، كل هذه المطالب ليست قابلة. كما أن أيضا المدرسين في دفاعهم عن مطالبهم المحقة أيضا لم يتوجهوا أبدا كما يقال في بعض الأحيان فقط إلى الضغط على تلامذتهم، إنما لجأوا إلى مسطرة بعد توقف الحوار وبعد عدم توقيع المحاضر، فوضعوا مسطرة احتجاجية يعني معها مجموعة من المطالب لدى وزارة التربية منذ 22 سبتمبر قبل الافتتاح، وهذه المساطر لم تبدأ الاحتجاجات فيها إلا يوم 28 أكتوبر، وقد بدأت فعلا بوقفات لم توقف الدروس، ثم تلتها وقفات أخرى من ساعتين أو ثلاثة، والتوقف والإضراب الوحيد، هذه الوقفات الإضراب الوحيد من الفكرة، الإضراب الوحيد الذي شمل ثلاثة أيام كان في نهايتها، كان إضراب عن التدريس، كان في نهايتها كان إضرابا عن التدريس، وكان يمكن أن لا نصل إليه لو أن الوزارة فتحت معنا الحوار ووقعت محاضر الاتفاق. فالكرة تظل في مرمى الوزارة التي تلكأت في توقيع المحضر في وقته المناسب. أما وقد جاء في خطاب الرئيس ما جاء من تسوية لمشكلة السكن ومن علاوة تم صرفها واللقاء السريع بوزير الأول وتعهده بأن الدولة سوف تعمل على تحسين ظروف المدرسين وعلى تسوية هذه المظالم كلها وأن يبدأ تسويتها فورا، ومطالبته بضرورة أن لا تكون هنالك الآن فترة تصعيد، نعطي مهلة للحوار مع الوزارة، فإن النقابات لا زالت تدرس هذا الموضوع، وأنا هنا أحدثكم كأمين عام لإحدى هذه النقابات، والاتحاد النقابي لم يأخذ بعد موقفه النهائي، غير أن هذه الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتي تواصلنا فيها مع الوزير الأول، وهو أول اجتماع في الحقيقة يعقد بين النقابات ووزير أول عبر تاريخ البلد غير مسبوق، يعبر عن اهتمام رئيس الجمهورية بمطالب المدرسين. نحن الآن أيضا أعتقد سنعطيه فرصة للحوار ولتلبية هذه العريضة المطلبية، خاصة وأن المسطرة الأولى التي انشأناها للفصل الأول قد اكتملت،
والمسطرة التي كنا سنفكر فيها من أجل الفصل الدراسي الثاني. ربما لم يعد يسمح بالكثير، لكن أريد أن أطرح سؤال أخير. بعض المصادر ربما من داخل صفوف النقابات التعليمية تحدثت بأن الوزير الأول لم يتعهد بزيادة الرواتب، وسند ذلك إلى أن ربما زيادة الرواتب قد تشمل بعض الذين لا يعملون ميدانيا حتى الآن في القطاع. هل هذا صحيح؟ الوزير الأول تعهد بأن الدولة والحكومة تتعهد بتحسين ظروف المدرسين، غير أنه قال بأن ميزانية البلد 2025 لا يمكن من خلالها بزيادة الرواتب، غير أن الحرب الجارية ضد سوء التسيير والموارد التي ستخصص منها تلك المبالغ، هو يرى أنه من الأحسن أن توجه هذه المبالغ لعلاوات المدرسين، لأنها لو وجهت إلى رواتب المدرسين فإن هذا المبلغ سوف يستفيد منه حوالي 10,000 من المعلمين والأساتذة الذين لا يمارسون مهنة التدريس. وبالتالي إن زيادة علاوات المدرسين هي مطلب أيضا مهم للنقابات. جميل. بعد اللقاء هل تنوون توقيف الإضراب بشكل نهائي أم مجرد تعليق لهذا الإضراب إلى أجل غير مسمى؟ مطالب المدرسين أمانة في أعناقنا، وهذه المطالب لا يمكن أن نتخلى عنها، من زيادة للرواتب، زيادة للعلاوات، ولكن مع ذلك نفتح المجال للحوار ونعطي فرصة للحكومة الموريتانية، خاصة ما قدمه لنا رئيس الجمهورية من تسوية لتقريبا أحد أهم هذه المطالب وهو السكن، وتعهد كذا وعلاوة أيضا من إحدى العلاوات، وتعهد الوزير الأول بأن الحكومة في أول سانحة وأول مداخل جديدة على الدولة سوف تتم زيادة رواتب المدرسين، وبأنهم يدرسون إمكانية زيادة هذه العلاوات. الإضراب ليست لدينا الآن مسطرة حتى نعلقها، والمسطرة التي كنا سنبحثها في 15 من الشهر الجاري، هذه المسطرة سنبحث في نقابات التعليم الأساسي والثانوي تأجيل يعني إذاعها لدارة وزارة التربية إفساحا للمجال لهذا الاهتمام. وبدون شك اهتمام رئيس الجمهورية وسرعة لقاء الوزير الأول بطيف النقابي وكل تعهدات، كذلك افتتاح وزيرة التربية والإصلاح النظامي نظام التعليمي مع النقابات، كلها إجراءات تسمح لنا بأن نعطي مهلة، ولكن مهلة فقط للحكومة الموريتانية للتوصل لتوقيع اتفاق نهائي مع أشكرك جزيلا. شكرا سيد نك بابا سعيد. شكرا جزيلا. مشاهدي الأعزاء، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ظلال الخبر. دمتم بأمان الله.